اعمل سبسكرايب في الشانل، فعل الجرس، واعمل لايك للفيديو، وانا اضمن لك ان كل اخبار الكرة هتبقى عندك لحظة بلحظة. فاركو بيحقق فوز غير متوقع على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1. رزقي حمرون المهاجم الجزائري اللي كان داخل لسه في خلاف الاسبوع الماضي مع المدير الفني السابق كابتن ايهاب جلال احرز هدفين نادي فاركو، بينما احرز لي المصري البورسعيدي البديل مروان عطية في احداث الشوط الثاني. عدة رسائل كده حابب ان انا اوجهها. اول رسالة لي الكابتن طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي فاركو اللي بيخوض النهاردة اول مبارياته بعد ما تمت اقالته من نادي سموحة. على طول على طول شاف حاله راح للشارع اللي جنبهم في اسكندرية ومسك فاركو. يا كابتن طارق والله العظيم يعني انا قربت اكره الكرة المصرية بسبب اللعيبة اللي حضرتك بتتولى تدريبها بتعمل نفس الكلام بنفس الشكل بنفس المنظر. تضييع في الوقت تضييع في الوقت تضييع في الوقت، نجيب جون وبعد الجون مباشرة كل ما لاعب يتلمس يقع، حارس المرمى كل ما يطلع في كرة عالية يقع. يا كابتن طارق والله العظيم الكرة دي قديمة جدا، يعني كرة لا تليق بحضرتك، حضرتك مدير فني كبير واكيد لا يليق ان المنظر ده يبقى موجود في الفرق اللي حضرتك بتقودها، خصوصا ان الموضوع ده متكرر مع جميع الفرق اللي حضرتك بتتولى قيادتها، يبقى الموضوع مش طبيعي كده من اللعيبه. ما علينا، مبروك يا كابتن طارق على الثلاث نقط، وان شاء الله يكون نادي فاركو يعني وشه افضل على حضرتك من تجربه نادي سموحه السيئه هذا الموسم. كابتن حسام حسن في المصري البورسعيدي واضح ان هو بيعاني من عدة امور مش مخلياه لسه قادر يحط بصمته بشكل كبير جدا على اداء المصري البورسعيدي هذا الموسم. مبدئيا كده كابتن حسام حسن واضح انه محتاج صفقات جديدة، ويبدو ان الادارة لم تلبي له هذه الصفقات حتى الان، رغم ان المصري البورسعيدي عمل 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، لكن 4 منهم لعيبة درجة تانية. شفنا النهاردة لاعب جريشة اللي نزل في الشوط الثاني، والاثنين اللاعبين التانيين لاعبين بدلاء في سيراميكا كليوباترا. شفنا النهاردة رجب عمران ايضا في احداث الشوط الثاني. كابتن حسام حسن محتاج لعيبة اقوى وعندهم كواليتي اعلى من كده، لكن يبدو ان مجلس ادارة النادي المصري زي ما بيصرح كل مرة بيقول انه تركيزه الاساسي على بناء والانتهاء من الاستاد وعلى الفريق ان هو يمشي حاله هذا الموسم. لو ده بالفعل هو طموح ادارة المصري البورسعيدي هذا الموسم، يبقى عليهم ان هم يرفعوا الضغوطات عن كابتن حسام حسن وجهازه الفني وجهازه المعاون، ويعلنوا ده علنا للجماهير علشان ما يبقاش كابتن حسام حسن هو اللي في وش المدفع. تالت حاجة برضو يبدو ان المصري البورسعيدي السنة دي بيعاني من اخطاء دفاعية كبيرة جدا بلا حل. النهاردة الهدفين الاول والتاني اخطاء ساذجة كبيرة جدا من خط دفاع النادي المصري. الجون الاولاني مش معقولة بعد 28 ثانية لعبتك تفقد التركيز بالطريقة دي وتتلقى شباكك هدف ساذج. والهدف الثاني اللاعب الجزائري رزق حمرون تقريبا رقص 5 لعيبة داخل منطقة الجزاء، انا مش عارف ازاي. اخطاء دفاعية ساذجة جدا يجب على المصري البورسعيدي ان هو يحاول يتلافاها في المباريات الجاية، لان الاخطاء الدفاعية دي بتكلفه نقاط كثيرة كل اسبوع. مفيش شك برضو ان هدف فاركو الاولاني انا اعتقد ان هو في لمسة يد على عمرو جمال مهاجم نادي فاركو، لكن الحكم احتسب الهدف مش عارف ازاي. هو بشكل عام الحكم ما كانش موفق في هذه المباراة، وكان تحس ان هو متردد في اخذ القرارات بطريقة عطلت كثيرا من اداء اللاعبين خلال احداث المباراة. طبعا هزيمة غير متوقعة رفعت رصيد فاركو للنقطة رقم 16 في المركز ال11، وتوقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 20 في المركز الثامن. يعني انا عارف ان الهزائم داخل الانديه الجماهيريه بتفجر المشاكل، لكن اتمنى ان الاوضاع تتحسن داخل المصري البورسعيدي، وطلبات الكابتن حسام حسن الفنيه تنفذ من مجلس الاداره علشان يتحسن الاداء في الايام القادمه باذن الله. بالتاكيد النهارده غياب مروان حمدي المهاجم بتاع المصري البورسعيدي المميز عمل فرق كبير جدا في التوليفه الهجوميه بتاعه المصري البورسعيدي، وافتقد مهاجم مميز زي مروان حمدي بيقدر يجيب الجون من نصف فرصه. ايضا اعتقد ان ايزي اميكا اللي تعرض ليه طرد النهارده كان بعيد خالص من مستواه من بدايه المباراه، وكان الافضل ان هو يتبدل خلال احداث الشوط الثاني. ايضا دغموم النهارده كان بعيد تماما عن مستواه، هارد لاك للمصري البورسعيدي ورجالته، وباذن الله يكون الافضل في المباريات القادمه.
النادي الاهلي بيعلن عن رابع صفقاته الرسمية هذا الموسم. احمد قندوسي لاعب خط وسط وفاق الصيف الجزائري ينتقل رسميا لصفوف النادي الاهلي بعد ان كان قريب جدا في الساعات الماضية من نادي الزمالك. ايه اللي حصل في القصة دي؟ مبدئيا النادي الاهلي بيفاوض احمد قندوسي من الموسم الماضي ايام بيتسو موسيماني، لكن في النهاية الصفقة لم تتم. في بداية هذا الموسم ايضا سمعنا ان قد يكون في مفاوضات مع قندوسي، لكن برضو النادي الاهلي ما دخلش رسميا في مفاوضات مع وفاق الصيف لضم اللاعب. نادي الزمالك من ايام قليلة دخل بالفعل في مفاوضات مع نادي وفاق الصيف لضم لاعب خط الوسط المميز اللي رغم ان هو بيلعب في نص الملعب الا انه هداف الدوري الجزائري حتى الان برصيد 8 اهداف. نادي الزمالك كان عايز ياخد اللاعب اعارة حتى نهاية هذا الموسم، بعد كده يحول الاعارة ليه بيع مقابل 800,000 دولار. نادي وفاق الصيف الجزائري عنده أزمة مادية كبيرة جدا، كان جاي له عرض من نادي المولودية الجزائري بعرض يصل ل1,000,000 دولار وكان عايز يبيعه لأعلى سعر. نادي الزمالك فضل متردد قليلا إلى أن دخل النادي الأهلي بالأمس في الصفقة وحسمها تماما مقابل مبلغ يقترب من 1,000,000 دولار هتدفع على مرتين، وايضا في 15% لو احمد قندوسي النادي الاهلي باعه بعد كده هيبقى من حق وفاق الصيف ان هو يحصل على 15% من قيمة انتقاله من النادي الاهلي اذا حدث هذا في المستقبل. طبعا صفقة ضم قندوسي غريبة لان النادي الاهلي ضم مروان عطية بالفعل في نص الملعب وعنده حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية، ابرز لعيبة النادي الاهلي موجودة في هذا المكان. طب ليه النادي الاهلي ضم احمد قندوسي؟ هل بالعند فقط لغير في نادي الزمالك؟ الواقع بيقول انه لاعب صغير في السن، لاعب مميز، ايضا بيجيد اللعب مش في مركز خط الوسط فقط لغير كستة او تمانية، ايضا بيجيد اللعب كصانع العاب، وايضا بيجيد اللعب في مركز الجناح الايسر، يعني لاعب بيلعب في اكثر من مركز صغير في السن، قيمته التسويقية قد تزيد في المستقبل. كل دي امور قد تجعل ضمه للنادي الاهلي امر مقبول. اللي مش مقبول بقى ان النادي الاهلي يكون ضم اللاعب على عكس رغبة مارسيل كولر المدير الفني السويسري اللي كان بيصرح دايما في المؤتمرات الصحفية الماضية انه بحاجة ليه مهاجم صريح. الاهلي كده عنده 5 اجانب زائد واحد كمان تحت السن اللي هو محمد الضوي كريستو اللاعب التونسي، يتبقى ليه النادي الاهلي 2 اجانب تحت السن. اعتقد ان النادي الاهلي ايضا هيتمم التعاقد مع راس حربة اجنبي تحت السن عشان يلبي رغبة مارسيل كولر الواضحة. وبالحديث عن صفقة النادي الاهلي الجديدة في مركز راس الحربة، انا بس عايز اوضح حاجة. ضم النادي الاهلي ليه راس حربة هو وسيلة مش غاية، لان انا شايف حملة كبيرة جدا من جماهير النادي الاهلي ضد لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي ومجلس الادارة لتأخر التعاقد مع راس حربة صريح. النادي الاهلي ماشي كويس جدا من بداية هذا الموسم سواء في بطولة افريقيا او في الدوري او في الكاس، رايح كاس العالم للاندية باذن الله. في الاخر الفريق ماشي كويس حتى لو مجلس الاداره ما قدرش ان هو يتعاقد مع راس حربه، لكن دي مجرد في النهايه وسيله. بما ان الفريق ماشي حتى الان بشكل كويس بعد عوده كهربا وبعد عوده محمد شريف لمستواه، فايه المانع ان النادي الاهلي اصلا لا يضم واحد في مركز راس الحربه؟ الموضوع مش فشل والموضوع مش خطير ولا حاجه. النادي الاهلي اعار رسميا 2 لعيبه تحت السن لنادي اسوان. احمد اشرف لاعب خط النص مواليد 2001 ومحمد حمدي الشهير بميسي مواليد 2003 راحوا لنادي اسوان حتى نهاية هذا الموسم في صفقة اعارة. ايضا نادي سموحة ضم مصطفى سعد ميسي الجناح الايمن اللي بيلعب برجله الشمال اعارة حتى نهاية هذا الموسم. ميسي كان قريب جدا من البنك الاهلي، لكن رحيل احمد سامي من البنك الاهلي لسموحة غير الواجهة بتاعت اللاعب لنادي سموحة، حاجة غريبة جدا لان نادي سموحة واخد من النادي الاهلي ايضا على سبيل الاعارة لاعب بيلعب برجله الشمال في الناحية اليمنى وهو زياد طارق، حاجة غريبة انا مش فاهمها. اعارة 2 لعيبة هتاخدهم حتى نهاية هذا الموسم والاتنين بيلعبوا في نفس المكان، استمرار في ملف عشوائية كرة القدم المصرية وكيف تدار الامور داخل مصر في الرياضة. الزمالك ضم ناصر منسي مهاجم البنك الاهلي رسميا بداية من هذا الموسم في عقد يمتد ليه 4 مواسم ونصف. ناصر منسي انضم لنادي الزمالك مقابل 15 مليون جنيه او ما يقرب من 15 مليون جنيه زائد اعارة حسام اشرف لاعب نادي الزمالك المهاجم الشاب للبنك الاهلي. ناصر منسي بدأ حياته الكروية مع نادي الشمس، بعد كده اتنقل لنادي الداخلية، بعد كده بيراميدز، بعد كده النادي البنك الاهلي. اللاعب كان في المنتخب الاولمبي لاعب صندوق، لاعب مميز جدا داخل منطقة الجزاء
واتمنى باذن الله ان هو يكون اضافه مميزه لخط هجوم نادي الزمالك اللي بيسعى في الساعات القادمه لحسم صفقه النجم عبد الله السعيد. طبعا صفقه عبد الله السعيد هتبقى خير تعويض لجماهير نادي الزمالك على اداء ومستوى نادي الزمالك هذا الموسم وعلى تاخر الصفقات في نادي الزمالك هذا الموسم على غير العاده في الموسمين ثلاثه الماضيين. النادي الاهلي هو السنه دي اللي بيحسم قبل نادي الزمالك عكس ما كان بيحصل في السنتين اللي فاتوا. المدير الفني للنادي الاسماعيلي كابتن احمد حسام ميدو وايضا المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري الصربي زوران مانولوفيتش الاثنين ادوا فرقتهم ولاعيبتهم راحه 48 ساعه بعد المباراتين الاخيرتين للفريقين في الدوري المصري. الاسماعيلي كان حقق فوز كبير وممتع على الداخليه بنتيجه 3-1 والاتحاد السكندري كان عمل تعادل سلبي مع المقاولين العرب 0-0. الاسماعيلي والاتحاد السكندري بيستعدوا للمواجهه بتاعتهم باذن الله الكلاسيكو الجماهيري الكبير الممتع يوم الاحد 5/2 باذن الله. طبعا في حاله تاهب بين جماهير الفرقتين انا مش فاهمها بصراحه على السوشيال ميديا وعايز احذر جماهير الفرقتين من الفتنه. يا جماعه ناخد بالنا الناس اللي بتسخن داخل السوشيال ميديا دي ما بتحضرش في الاخر الماتشات ومش عارفه قد ايه العلاقه جميله وكويسه ما بين جماهير الاسماعيلي والاتحاد السكندري. مش هتكلم في القصه دي كتير لان انا عارف اصلا ان هي قصه مدسوسه وملهاش اي 30 لازمه. المدير الفني زوران مانولوفيتش يبدو ان هو راضي عن التعادل مع المقاولين العرب الحصول على نقطه من نادي المقاولين اللي عمل نتائج رائعه في اخر 5 ماتشات كان عمل 5 فوز. لا بأس ان هو نادي الاتحاد السكندري يقدر يطلع بنقطة من المقاولين العرب اللي بيحتل حتى الان المركز الرابع بعد اداء مباراة جيدة. في المقابل احمد حسام ميدو سعيد جدا بلاعبيه. احمد حسام ميدو بيقول ان هو عمل ليه صالح جمعه برنامج تاهيلي لمده 3 اسابيع علشان يقدر ينضم بعد كده ويكمل الموسم بافضل صوره مع النادي الاسماعيلي. ايضا احمد حسام ميدو بيقول ان مباراه الاتحاد السكندري صعبه جدا خصوصا في الاسكندريه وبيتمنى ان جماهير النادي الاسماعيلي تستمر في الدعم. حتى الان لم يتم تعيين مجلس اداره جديد لقياده الامور داخل النادي الاسماعيلي. المفترض بيان وزاره الشباب والرياضه بيقول ان هو يوم الحد يعني بكره ان غدا لا نظيره قريب. لكن اللي اتقال النهارده ان الكابتن علي ابو جريشه اللي كان قريب من قياده اللجنه اعتذر لظروف صحيه. هنشوف وزاره الشباب والرياضه كيف ستتصرف في هذه الازمه باذن الله تختار حد بيقدر يقود النادي الاسماعيلي بشكل علمي بعيدا عن التعاقدات العشوائيه اللي ودت انديتنا الجماهيريه في داهيه. بس باذن الله الموضوع ده هيبقى مؤقت والنادي الاسماعيلي هينعدل حاله باذن الله هذا الموسم. زي ما قلت لكم قبل كده انه لا يمكن يسقط نادي كبير بحجم وجماهيريه نادي الاسماعيلي. مش ممكن نادي عنده جماهير النادي الاسماعيلي دي وفي الاخر يحصل لا قدر الله له هبوط في النهايه. بالتوفيق باذن الله لجميع انديتنا الجماهيريه دائما وابدا. اول مره تشوفني هتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو دائما وابدا ستبقى انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.